جايه ديال الثوب 7000. المهم غادي صابر انا ماشي. واش لا فامي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وفلوق جديد. هذا النهار مع وجدي فلوق، جينا هذا النهار باش نفرشوا السلعه نبيعوا السلعه نفرشوا بمناسبه عيد الاضحى. باقي العيد بعد غدوه ان شاء الله، يعني هادو هما العواشر الساحه عامره. وعاد كي كنا لهيها كنقلبوا على بلاصه، علينا نقلبوا على شي بلاصه ما لقيناش، دونك جينا من لهنايا لقاو شي بلاصه ونفرشوا فيها نبداو نبيعوا ونشريوا على راسنا. المهم الاخوان لقينا بلاصه هنايا رانا مفرشين، علينا نقلبوا لهيها وجراو علينا واحد البلاصه لهيها، هنايا ما لقينا حتى شي بلاصه دونك فرشنا في هذه البليصه شويه. المهم فيهاش الغاشي بزاف، ولكن المهم الارزاق بيدنا. الارزاق بيدنا، نقول الارزاق بيدنا. 7000 7000 ما حدش 7000 7000 7000 صفري وعاودي صفري. 7000 7000 7000 7000 ما عدا 7000. هادي من رجل 1000 7000. الترون والله الا الترون. هادو راه الثوب وصبن وعاود حاجه صيفيه شي الارك ما ضربليش صحاب هاي. واحد الشمس راه كاينه تعرف ما نقول لكمش. ماخذ هذاك الدري قال لك القايله القايله كاينه ياك قايله كيما خلاها راه مريقله بان لي انا. هاي وشوف القاقه هاك القاقه جاتك واعر اخا واعر. ها هو صاحبك يقول لك جاتو مريقله ياك مريقله. بالصحة والراحة خويا يلاه تهلا الله يحفظك. المهم الاخوان فولنا باول بياسة من هذوك الدراري اللي شفتوهم معنا، ايه واخا الشمس قادية والنار تحرق، ولكن المهم فولنا. المهم هذا النهار فولنا بوحدة وان شاء الله نبيعوا كاع هذا الشيء. شوف ديورنا باين كل شيء. رانا نتبادلو الشواشي واحد القايله واحد القايله شويه راسي نستانا نعاودو ثاني نعطيلو هاد الشاشيه مع الشمس صافي. ملي تلقاهم راك راك فلاشين خليه لايك. 7000 7000 7000 7000 ما عدا 7000 7000 7000 بغا يروح بغا يروح بغا يروح بغا يسالي هاد المسالي. 7000 ما عدا 7000 الخميس جا السفيه ديالتهم ما عدا 7000 صبري وعاودي صبري بغا يروح بغا يروح. 7000 7000 بغا يسالي هاد المسالي. 7000 7000 صبري وعاود قميجه ديال الثوب 7000 7000 7000 7000. المهم بقيت هنايا غير بوحدي، وجدي مشى يصور الفلوق من هيها يشوف الدعوه مع راها مبلبله. انايا بقيت مقابل هو غادي يجي غادي نمشي انايا عاوتاني نضرب واحد الدوره من تما نشوفوا الساحه مع راها مبلبله. ها هي عامره 7000 7000 7000 بغا يروح. المهم نبرحوا بلا ما جا وجدي ومشينا نصوروا لكم الساحه نوريكم البلباله اللي كاينه. 7000 7000 7000 المهم وانا نبيع دروك جاتني واحد التحدي درتو في بالي انني نبيع شي بياسه ولا قبل ما يجي لوجدي. المهم خصنا نبيعوا شي بياسه، هذا الشيء علاش ما كاين التبراح دروك والبلبال. جا لوجدي ومازال ما بعنا حتى شي بياسه، ها هو لوجدي حدايا. المهم دروك غادي نخليو امان هنايا ونشوفوا واش نبيع شي بياسه ولا ما نبيعش. شوف ياسر قبل ما نجي ولا لا. المهم غادي نضرب واحد الدوره خفيفه نشوفوا الساحه واش كي راها دايره مع العيد كبير ومع المهم على خويا. المهم الناس كتبيع هنايا المواس صوالح ديال العيد لا يسهل. المهم كاين اجواء ديال العيد يعني نهار باقي للعيد داوا هنايا الله يعاون داوا عامره من هيها ما عندناش منين نفوتو. ها هي كما كيبان لكم الصوالح ديال العيد صوالح السفافد خدام المواس بوشيه. ها هما كلشي مرايبين من لهنايا من لهنا كاين شويه ديال التحاس. هاد الشيء علاش ما تمشيو من لهنا مشيو من لهنايا طلعوا الفوق لهنا نصور لكم. هلا خويا ها هو حسيتي طلعوا لهنا نصور لكم من الفوق يبان الفيوز يبان كلشي من الفوق. دايوا راه عامره كما راه تبان لكم حقاش صافي باقي غدوه بعد غدوه العيد
اليوم اثنين غدوة ثلاث لا اربع الدواء راها مستوكية علاش ما ندخلو من لهيها ما غادي نطلعو الفوق ما تشوفو تم لهيها نطلع طلع من واحد الباب من لهنا ها هما صحاب البوبوش حقيقة نجيو الصراحة شكون اللي قد ياكل البوبوش في هذا الصهد الصراحة ما قدش ياكل البوبوش في هذا الصهد غادي نطلع بشي باب من لهنايا ما زيدش عليا ندخل من داك التحاس تما هادشي علاش ما دخلتش من التحاس المهم حنا طلعنا الفوق غادي نمشي من البلاصة اللي فيها الغاشي نصورهم بالفوق بحال حنا نصورو بالدرون شحال هادي ما درت شي فلوق بحال هكا بصراحة تتوحشنا الفلوقات عارف راسي طولت بزاف هو كما كيبان لكم الرفس يا ابن عمي دابا راها مرفسة بصح دوماج حاجة وحدة ما عجبنيش هاد الصوالح اللي هنايا خصهم يحيدوا هاد الصوالح هنايا باش تطلع الناس باش تشوف الساحة تشوف الدوام اللي هنايا كاين المناظر اللي زوينة بصراحة داخلين في وسط هاد الشيء واش غيدير المهم هاي كما تبان لكم كاين 600 دابا راها مرفسة الصراحة والله إلا غير الفيو هنايا ما تسحاش بها تبقى هنا وكنا فرشنا هنايا ونبقاو نبيعو هنايا الحقيقة بطيت بزاف على اللونج ديال ريحت أنا استحليت الدواء هنايا ما كتشوف الفيوز كاملة أنا واحد الإنسان اللي ما عنديش بزاف مع التحاس ما كنبغيش ندخل في البلايص اللي فيهم بزاف ديال التحاس المهم ما كتعجبنيش داك التحاس بزاف دروك نمشيو نشوفو الوجه ديال واش باع شي حاجة ولا ما باعش واش هو دار داك التحدي ولا لا نمشيو نشوفو واخا أنايا بطيت عليه كاين نشاط في هاد الجهة المهم راه يتبع من ليها المجامر والقرطه ما بقيتش منين نفوت دابا راه نبلع هادشي اللي قبيله حنا فرشناش غير فرشنا من ليها هاي عاد اخيرا لقينا منين نخرجو تلفت على الوجه ديالي والله الا تلفت عليه راه في ديك الجهه من ليها ها هو ها هو بات شي بياسه ولا مازال صافي جوج ناطيات ابغى يسالي هاد المسالي 7000 7000 7000 سجلني وعاودي سجلني 7000 7000 بغا يسالي هاد المسالي بغينا نروح اخويا وراه 7000 7000 سجلني وصبني وعاودي صبني صبني وعاودي صبني 7000 7000 صبني وصبني وعاودي صبني صبني يا وبرح انت يا صاحبي بره تبرح هنا يا شحال صوفيت مع 10 دراهم صافي 10 دراهم 10 دراهم يلا 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 200 دولار 10 دراهم 10 دراهم كنعرف راه وصلت لي هنا واش راك سايب درنا له الكوراج وادريس المهم الاخوان دروك حنا ماشيين صافي واه رانا ماشيين رانا غادي نضرب صافي المهم المهم غادي صافي رانا ماشيين البصله هذا هو كيقولوا له اكس 1 اكس 2 البصله المهم علاش حيدنا من تما غادي نمشي بلاتي هي وغادي نقول لكم المهم كانت شويه ديال الديرونجمون غادي نمشي وغادي نقول لكم علاش ماشي تفريشه هنايا واه اسبعه درنا برا اسبعه والله الا بصات دابا مبرده هنايا مبرده لا الدعوه مخيره هنا مريق لا المهم اخوان كنا حاطين في ديك البلايصه لهيها جمعنا الحمد لله بان هذاك الشيء اللي كتب الله كنا غادي نجمعوا جاوا الزبايط هذيك هي جات حجه وزياره منين جاوا الزبايط قال لك اودي راك مبلع الطراك جمع عليا هذا الشيء سير دبر على بلاصه اخرى هما ما مجراوش علينا هنا السوق قال غير دبر بلاصه اخرى اللي ما يفوتش فيها الباساج اللي ما تكونش في الطراك وحنايا ديجا الساحه راه عامره ما فينا ما يقلب وديجا رانا بعنا الحمد لله بعنا هذاك الشيء اللي كتب الله وصافي سالينا عواشر مبروكه عواشر مبروكه الوجه ديال فلوك غني على التعريف كان معنا في هذا الفلوك لاشين ديالو في الديسكريبسيون المهم حتى لهنا كنكونوا سالينا الفلوك تهلاو في راسكم حتى الفيديو جديد يلاه باي.